هنيجي بقى دلوقتي نشوف الديستورشن في التون موديوليشن بيبقى شكله عامل ازاي. عندي مسج ام اوف تي مبعوثة اللي هي هتتبعت بتساوي الفا كوزين اوميجا ام في تي، الانتجريشن بتاعها اللي هو الاي اوف تي بتساوي الالفا على الاوميجا ام في ساين، البيتا بتاعتها بدلتا اف على الاف ام، الاف ام اللي انا بعرفها من اللي جوه الكوزين، الدلتا اف بتساوي كي اف ام بي على 2 باي، كي اف اهي الام بي اللي هي الالفا الماكسيمم بتاعت المسج على 2 باي، ال2 باي بقى في الاف ام مره واحده هتبقى بالاوميجا ام. عايز اخد الاوميجا انستانتينيس هتساوي ايه؟ بيتا في اوميجا ام اللي هي كي اف في الالفا عادي، كي اف في الالفا بتساوي البيتا في الاوميجا ام في كوزين اوميجا ام في تي في 1 ناقص البيتا سكوير ساين سكوير. انا جبت الكلام ده منين؟ اهو من هنا. هعوض بس بدل ال ام اوف تي عوضت بيها، وهنا الكي اف اهي زي ما هي، الكي اف 1 ناقص البيتا سكوير اللي هي كي في الاي، الكي في الاي في الماكسيمم بتاع الاي يعني، بتساوي البيتا في الاوميجا ام اللي انا حطيتها بره. فهعوض في القانون ده هيطلع لي الشكل ده. الديستورشن بقى اللي هو ايه؟ اللي هو بيتا سكوير ساين سكوير وانت طالع كده. الديستورشن بيساوي قد ايه؟ بيتا سكوير على 4. انا مش عارف الصراحة القانون ده جه منين، بس هو مكتوب كده في المحاضرة. بيتا سكوير ده على 4 تساوي 1/16 اللي هو 6.25. ده في حالة ان البيتا كانت بكام؟ بنص. انا قلت يعني كأني فرضت ان البيتا بنص وجبت الديستورشن ده. طبعا البيتا في النارو باند اف ام المفروض تبقى اقل من نص، فأقل من النص يبقى الديستورشن ده هيقل أكتر. ده بالنسبة لإيه؟ للديستورشن في التون موديوليشن. نيجي بقى إزاي بعمل موديوليشن بالدايركت ميثود. إحنا كل اللي اتكلمنا فوق ده الإندايركت. الدايركت إن أنا أدخل المسج إم أوف تي على في سي أو هيطلع لي على طول إف إم موديوليشن. إف ده يعتبر هو لوحده إف إم موديوليتور. شكله بيبقى عامل إزاي؟ مقاومة، ده طبعا ده ابسط صورة ليه، ليه صور كتير جدا بس ده ابسط واحد ليه. ان انا عندي كويل وكاباستور، الكاباستور ده بيتغير على حسب المسج. ممكن يكون دايود مثلا كونكتد في الريفرس بايس، والمسج هو بتغير منه، بتغير الكاباستنس بتاعته، لان الدايود في الريفرس بيبقى ايه؟ بيبقى بيمثل بيبقى كأنه كاباستور. نيجي بقى للديموديوليشن. في عندي اول حاجه الديموديوليشن، هعمل ديموديوليشن ازاي؟ بديفرنشيتور. دلوقتي الفاي اف ام اللي عندي اهي، عملت ديفرنشيتور، هاخد تفاضل اللي جوه ده اللي هو الاوميجا سي تي تبقى اوميجا سي تفاضلها اهي، والكي اف اهي وتكامل المسج تفاضله يبقى بام اوف تي. يعني انا بفاضل اللي جوه في ايه؟ ساين اللي جوه، انا بفاضل عادي، ده فريند ديفرنشيتور، ده اهو تفاضله في ايه؟ في الكوزاين تبقى ساين. طب عايز اشيل ده واخد ده لوحده، ما هو ده خلاص في ام اوف تي اهي، اشيل ده ازاي؟ اقوم بانفلوب ديتكتور. الانفلوب ديتكتور هيعمل ايه؟ الساين دي ليها فريكوانسي معين، هو الانفلوب ديتكتور ملوش دعوه بالفريكوانسي، الانفلوب ديتكتور هيمشي على الايه؟ على البيك بتاعت المسج كلها. فالانفلوب ديتكتور هيطلع لي اوميجا سي زائد الكي اف في الام اوف تي، بس في شرط، لازم الاوميجا سي تبقى اكبر من الترم ده. الترم ده اكبر حاجه ليه لما تبقى الماكسيم المسج بماكسيمم اللي هي الام بي، كي اف في الام بي ده اكبر حاجه، لازم الاوميجا سي تبقى اكبر من الكي اف في الام بي. ليه؟ لان لو حصل ودي اقل الانفلوب ديتكتور مش هيشتغل. في هنا مشكله، لو انا استقبلت السيجنال بتاعتي من كذا تشانل هيحصل ايه؟ اكيد السيجنال بتاعتي هتعدي الواحد. يعني لو انا بعت امبليتيود بواحد ومصمم الديموديوليتور بيستقبل على بيستقبل امبليتيود بواحد، هيطلع ده هيبقى ازيد، فهعديه على حاجه اسمها هارد ليميتر. هارد ليميتر ده، هارد ليميتر ده بيعمل ايه؟ المسج اول ما تعدي الواحد، لا هو بيليمت، خلاص عدت الواحد بيليمت عليه. طب كده حصل ايه؟ كده المسج بتاعتي اهي لما بتزيد عن الواحد هو بيطلع لي سكوير ويف، لو هي في البوزيتيف بيطلع لي سكوير ويف يعني تبقى ب1 او عند 1،
لو هي في نيجاتيف يطلع لي نيجاتيف 1، ايا كانت بقى هي نيجاتيف قد ايه، نيجاتيف صغير نيجاتيف كبير مش فارقه، ان هو بيطلع لي ايه في الاخر، يا 1 يا نيجاتيف 1. فهو ال في انبوت بتاعه لو ايه كوزاين سيتا اوف تي، الاوتبوت بتاعه هيبقى يا 1 يا سالب 1، 1 لو كوزاين اعلى 1 لو كوزاين اقل. طب كده انا بوظت السيجنال بتاعتي ولا ما بوظتهاش؟ دي سيجنال مبعوث، انا بوظت شكلها. بس في حاجه انا لازم ابقى فاكر، ان انا باعت المسج بتاعتي على الفريكوانسي مش على الامبليتيود، والفريكوانسي اللي هي بالازرق السيجنال الاوتبوت بتاعتي هي الفريكوانسي بتاعت السيجنال اللي بالسود اللي هي اللي جاي اللي انا مستقبلها. فبالتالي انا ما ضيعتش حاجه، الفريكوانسي هي الفريكوانسي، سواء لما بتتغير بتعلى او بتقل هي. فبالتالي حصل ايه؟ حصل ان انا ما بوظتش المسج بتاعتي، الفريكوانسي بتاعي لسه زي ما هو. الفي اوتبوت ده سكوير ويف، سكوير ويف بعد طبعا بقى ما اعمل لها بفورير سيريز هتطلع لي بالشكل ده، المفكوك بتاعها يعني او السيريز بتاعتها. ممكن اعمل ايه؟ اولا ممكن انا عندي الفريكوانسي بتاعي موجود عند سيتا، موجود 3 اضعافه وخمس اضعافه وهكذا. فدي ممكن من الطريقة دي ممكن اعمل حاجة. طب انا لو حطيت باند باس فلتر بياخد لي الحتة دي بس، ده انا كده بقى رجعت السيجنال بتاعتي الاصلية كمان، وفي نفس الوقت الامبليتود بتاعها كمان بيعديش الواحد. فهنا اهو دي بقى تيجي فكرة الباند باس ليميتر او هارد ليميتر في الاول، وباند باس فلتر يروح مطلع لي الترم ده اللي هو انا عايزه اساسا. بس